كان شادي سليما ينهي عمله في ورش البناء مساء، يعود أدراجه إلى شوارع مخيمه بلاطة في نابلس، يقطع سلالم منزله صعودا حتى الدور الرابع، يحادث زوجته ويرعى شؤون أبنائه. كان شادي سليما قبل 8 سنوات، لكن الحياة غادرت جسده دون أن يغادرها، لم تسمح له أن يملها، ولم تعطه مبررات تخفف دهشة أطفاله السائلين دوما عن سبب ملازمته الفراش. وحدها أطراف الضعيفة تعلم أن اهتزازها هو تصلب لويحي أمس. صار تقريبا بالضبط 9 سنين عدم السيطرة على أي شيء بجسمه، وبعد تقريبا 7 سنين يعني تقريبا 2 سنين وجاي السمع قل، عند السمع قل، النظر عدم الارتكاز في يديه، يعني لا بقدر يأكل ولا يشرب في يديه. كيف لشادي أن يعرف أن ما يثقل عمل عضلاته ويعيق توازنها هو مرض اكتشف في القرن 19 على يد الفرنسي جان شاركو، وشخص بأنه التهاب يصيب المادة البيضاء المحيطة بالألياف العصبية وجدار الخلية العصبية في كل من الدماغ والنخاع الشوكي، ما يسبب خللاً في إحساس المريض وتوازنه وضعفاً في العصب البصري. وكيف له أن يفهم أن نظام المناعة في جسده والمسؤول عن حماية أجهزته الداخلية قد يقوم بمهاجمتها وإتلافها بسبب الأمأس؟ اللي إحنا معنيين فيها اللي هي اللي نسميها يعني موديوليتر للمناعة، هذه المكلفة مثل العلاج الربيف أو الأفونيكس، واثنينهم يعني متوفرين بوزارة الصحة. احيانا يعني ممكن انه بسبب الظروف يعني يحصل انه مش متوفر تكون بسبب تكلفتها العالية، بس في الغالب موجودة. هذه العلاجات هذه العلاجات اللي بتمنع المريض ينعكس، يعني كل ما تعرض الانسان لمثلا فيروس او جراحة او انفعالات قوية جدا ممكن انه ينعكس المريض ويصير التهاب جديد عنده. في هيك حالة هذا العلاج وظيفته يمنع الانعكاسات هذه. 20 إلى 100 ألف هي نسبة الإصابة بالتصلب اللويحي في مجتمعنا. عام 2005 تأسست جمعية أصدقاء مرضى التصلب اللويحي في نابلس لتعريف المجتمع المحلي بالمرض والتعاون مع وزارة الصحة على إحصاء المصابين فيه، غير أن الهدف الأخير لم يتحقق بشكل دقيق حتى هذه اللحظة. المريض مسكين، يعني المريض مسكين زي ما بيقولوا بالمثل الشعبي يتعلق بحبال الهواء، بده دواء من وين مكان، يعني بيروح على الأردن بحاول بيشتري له، طب بيشتري إبرة 2 3 بس ما بيقدر يستمر. شادي واحد من 400 مصاب بالمرض في الأراضي الفلسطينية، يتلقون علاجهم في مشافي وزارة الصحة بتكلفة تصل إلى ما يقارب 1500 دولار شهرياً. قد يفقد هذا العلاج فجأة، وقد تقلص جرعاته فجأة أيضاً. لا أحد من هؤلاء المرضى أو غيرهم ممن لم تحصهم سجلات الوزارة يعلم، ذاتها الوزارة لا تعلم، فكل ذلك مرهون بضمان موازنتها المالية. من مدينة نابلس، فاطمة إبراهيم لوكالة وفا.